هل يجوز للمعتكف الاستفادة من كهرباء المسجد الحرام في تغذية بطارية الجوال؟ الأشياء اليسيرة لا مانع، لا مانع، لأن شبك الجوال على الكهرب أمر يسير، ما يضر الكهرب، ما يضر الكهرب ولا يستوعب شيئا كثيرا، هذا يتسامح فيه، خصوصا للمعتكف اللي ما يستطيع يخرج، لا مانع أنه يشبك الجوال على كهرباء المسجد لأنه لا يضر بالكهرباء. نعم.